قبل أن نبدأ إخواني الكرام، أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وأن تضعوا لايك للفيديو لتتوصلوا بالجديد إن شاء الله. أصبحت مدينة سيدي سليمان مرتعنة للفساد السياسي والأخلاقي والنصب والاحتيال. تعرض المئات من الشباب بمدينة سيدي سليمان لأكبر عملية نصب بعد فضيحة النجاة، والسبب هو البحث عن الفردوس الأوروبي هربا من المعيشة الكحلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الوعد بعقود عمل بالخارج والمغريات تحسين الوضع الاجتماعي، وكما يقول المثل المغربي الطماع كيقضي عليه الكذاب. فجرت فصول أكبر عملية نصب دارت وقائعها أسقطتهم في شباك النصب والاحتيال في مبالغ مالية ليست باليسيرة، حيث قدرت القيمة الإجمالية في 1,200,000,000 سنتيم. من أجل الحصول على عقود عمل بالخارج وبالضبط بكل من كندا وأوروبا، وتعبيرا عن الغضب ومطالبة من السلطات المختصة باتخاذ ما يلزم، نظم المتضررون اعتصام غضب أمام مقهى تعود ملكيتها للمتهم بالنصب من أجل استرجاع أموالهم. آخر المعطيات الواردة من عين المكان تؤكد اعتقال المشتبه فيه والملقب بأحمدوش.